وحليقمة 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 تسير تديري سير تسلي بقى ما سليتيش يلا غدت بيتسلي بقى الظهر ما سليتيش تانا بقى ما سليتش مازال ما سليتش انا شي 5 سنين ما سليتش وصايمة وش غدير كتجيني شوية خاصنا نولي نسلي بصراحة ترى بدي الله يهدينا وصافي بدي الله يهدينا واخبارك احلق ما كيقولوا لي واحد الحاجه وتيقولوا لي الطاقيه الخضراء هذه راه خاصك تبدلها وانا ما باغي قاعد نبدلها انا حاجتي عزيزه عليا كنبغي نبقى لابسها ديما وتدير لابس بعدا ونبدلها عندهم الصح كيفاش عندهم الصح انا اللي عندي الصح قالك انا كندير غير داكشي اللي كيبان لي انا زوين وعاجبني هو اللي ندير وانا بدل الطاقيه الطاقيه راه خاصها تبقى تورات جرى تشوف وزارة الثقافة حتى في المعالم التراثية التاريخية البيداغوجية ويقراو عليها في السيكولوجية وفي التاريخ الحضارة وداك الشيء لا لا انا ما بغيتش تبدلها خلا تبقى بحال هكايا مزيان تبقى بحال هكايا وما نصبناش لا ما عمر كي نشوفك كتصبني راه تمشي تصبني هذا نتخاصم انا وياك طيري منا الباروك هذه راه شريفية هذه راه بالباروك ديالها وانا خاص ندير غير الشعار ديال القناه ونقول لك انا راه بحال القبادي خاصني ملي نخرج نبوسها وملي ندخل نبوسها والحمد لله وشكره قال لك تسبنا اما تسبنيش راه زوينه واخا هي خضراء عاطيه الدواء تنديروا لاباس ديك الساعه ونقدروا نبدلوها وما نفرطوش فيه ديما تبقى نشوف فيها مره نديرها يا بنتي يا حليمه اشتي هذيك الشعيبيه هذيك الشعيبية مرات كبور اللي كانت لعبة في ذيك السلسلة ديال كبور عرفتيها هذيك دنيا بوتازو هاي الشعيبية هيا هذيك هي سميتها الشعيبية في السلسلة هذيك الشعيبية كون نهار الأول بقات مع كبور قبل ما يتزوج بفاتحة كاع ما تولي شيخة وكاع ما تدير في راسها هاد الضحك كامل وتخلي المغاربة يضحكوا عليها وتخلي داك الشيخ ياسين العمري تا هو يهدر عليها هو بيني وبينك لعبات الدور يا سلام تقنتك الدور ديال الشيخ مزيان ايوا وكنبغي نقول للناس اللي مدامنين مع ياسين العمري درك بقيتوا على راحتكم صافي ياك ارتاحيتوا هاي درك دخلت للحبس دخلت للسجن صافي ارتاحيتوا برد لكم القلب ايوا الحمد لله هادشي اللي بغيت يا ولكن داك المسلسل زوين انت متبعاه ياك متبعاه عاد زيدي تبعتي من اللي سمعت ياسين العمري يتكلم عليه ولا يعجبك اما عندي ما يتشال لا هو واعر الفيلم واعر وفي القصة واعر بزاف والممثلين لعبوا مزيان الا انا ما عمرني شتو انا الا راه باين واعر واخا ما نتفرجش في الحاجة انا راه عفريت شتي الحاجة غنسمع عليها نعرف واش واعر ولا ما واعرش انا هادشي انايا يغلبني هادشي خاصني انايا تا نريح ونشعل التلفازة ونبقى نتفرج نضيع في الوقت هذا باش نقول الفيلم واش واعر ولا لا ترى غير من السمع نعرف الفيلم واش واعر ولا لا تي حنايا كنلعبوا حنا قدرين صغار حنا راه معلميه حنا راه عشنا في السينما بكري قبل ما يتزادوا هاد الممثلين وهاد المخرجين ولا حنا راه عشنا في السينما بكري كنا نشوفوا الفيلم مع بن السعيد كضربك النعسه في السينما وتنعس وتعرف القصه الشرافيه وتعرف الاحداث وتعرف احنا كنا واعرين في هادشي ديال السينما خليني تابدي حنا غادي نوحلو في المسلسل ترى الفيلم قبل ما يجي يتحط في السينما كنعرفوا اشنو العنوان ديالو نعرفوا شكون اللي لاعب فيه ونعرفوا شكون المخرج والممثلين ونعرفوهم كاملين ترى انا خليني اكون جيتي في ايامنا يا بنتي كحليق ما ويني عاد انا يبدا يهمني انا النقد وحلنا في النقد شنو هو النقد بعد؟ ما هذاك اللي كيبقاو بالكلام يبقاو يهضروا على الفيلم هذاك الكلام انا غيغلبني هذيك هضره حنا راه الهضره انا الهضره راه في الدم الكلام راه في الدم عندي مع الهضره انا مزيان زوينه قلت لك ما تفرجتيش في المكتوب وسير كتحكم عليه واش عرفتي هذاك زوين وانت ما تفرجتيش توريني انا الافلام انا راه باينين الافلام باينين زوينه هادي ترى هاد علي مرا كتظلمني ياه وبيني وبينكم راه حاقراني حنت عافاني ما عنديش الفلوس داكشي علاش هي حاقراني وهي عندها الفلوس خازناهم ودينا هادوك الفلوس بيني وبينكم تابعهم نضربهم بالعين بهاد العين هادي وهادي تيغبرو ميبقاوش شاف نضربهم من غبرهم
في الاخر نقولها مع شكون اللي دخل علينا شفرنا بالليل. وما عندها ما تصور باش تعرفني انا اللي هزيتهم. بيني وبينكم ما عندها حتى شي حجه، ما عندها حتى شي ذيلي ياك ولا لا، وهذا الشيء يبقى بيني وبينكم سرا علنا، لا تقولوا لحد، وخليونا رجاله مع بعضياتنا، ما نكونوش دراري. نبدا نعاود لكم هنا في الاسرى، تبداو انتم تبداو تعاودوا ليا وتبداو تحكيوا ليا. ولا هلا جمعوا رؤوسكم شي شويه. الهضره تبقى بيناتنا باش نبقى نعاود لكم كل شيء صافي. كلمه ديال الرجال ياك. نقول لكم ولا اقول لي يا بتي الحليج، ما تراني خرجت للمدينه الشير كندور شويه، هذوك ما موائد الرحمه اشتم هاد العام كاع ما كاينين، واش محيدينهم من المغرب ولا في المدينه؟ ما في خبارك والو. كنت يا حليمه تصوري معايا كنت ندخل شي خزانه يقرب الفطور، ندخل ليها نضرب الحرير، نضرب البيض، نضرب كل شيء، نضربهم في الخنشه ونخرج نمشي للخيمه الاخرى، اتيا نضرب فيها التمر، نضرب فيها الحرير، نضرب فيها البيض، نعاود تاني نخرج. كنمشي ندي واحد هذاك الكوكو نديه نعمر حرير، عاود تاني نجي نخزنها في الثلاجه. عقلتي ليا ما جاي، والناس من اللي دوك الجمعيات كانوا يفرقوا القفوف، فيهم السكر، فيهم الزيت، فيهم كل شيء. كنت نجيب لك شحال من خنشه جبت لك العام اللي فات؟ تقريبا راه شي 5 الخنشات ياك كامل. تبرعت عليك ابتي حليك. لا لا، وهذا الفقراء ما ياكلوش معايا الخبز يا فين ما تكون شي جمعيه نعرفها غيتفرق كان كنوقف عليها. ايوا هذا العام سبحان الله العظيم ما كاين والو. حد مع الازميه كاين الازمه، داك الشيء علاش وهاد تقول والزيت غلات، الزيت ولا دابا دايره 2600، باقي شي واحد غياخذها ويصدقها؟ لا لا، الصدقه دروك راه صعاب باش الانسان يصدق. كنا بتي حليمه مبرعين في داك الشيء ديال 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 الكفاف وديال الماكله. ويلي 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 ويلي، ترا كنت كندبر انا وكانت عزيزه عليا الطلبه. ترى انا اللي طلاب طلاب ديما يبقى طلاب بتي حليمه، خلينا على الله وسا. الله على الله، في هاد في هاد في هاد الفتره هادي ان شاء الله يجمعوا لي الناس الفتره. بديت كنقيد في عباد الله، بديت درت واحد لا ليست وسرت كنقيد قيد قيد حمد قيد عبد الطيف قيد مصطفى قيد الزهره خديجة السعديه تامو كلهم قيدتهم هادو اللي غيعملوا الفتره. لا لا صافي، انا عربنت عليا الفتره، عربنت عليها ما كاينش مزاح. وحتى انتوما والاخوان صيفطوا لنا الفتره، صيفطوا لنا الفتره، صيفطوا لنا الفترة، راه غادي نخليو لكم النيميرو ديال الكونت هنايا، صيفطوا لنا الفترة وصيفطوا لنا شي حاجة مزيانة وتهلاو فينا. مالكم واش غيتخسروا كاع؟ صيفط 100 درهم اصاحبي، انت مالك 100 درهم غتغلبكم، وماك تكبر فيا انا 100 درهم ولا 200 درهم، وصيفط صيفط صيفطوا لنا الفترة الاخوان، الفترة حنا راه محتاجين، راه دايزة فينا حنا. شوني ضعافيت وليت كيسلوغي، النعمة ما بقاتش عندنا. صيفطوا لينا الفترة وتهلاو فينا، حنا راه كنديرو محتوى زوين وتعبونا كنديرو داكشي ديال الروتين اليومي، وما تنساونا. صيفطوا الفترة، الله يجازيكم بخير ودوزوا بخير.